لمين بده يشتاق مولود السرطان بالأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني نوفمبر من عام 2023؟ مولود السرطان انت قدام السنة 24 مهمة جدا وفيها توجيهات كتير مهمة بالكتاب لازم انك تقراهن وتحصل عليهم. الكتاب صار بالأسواق ويمكن كتار منكم صار عندهم الكتاب مثل ما أنا عندي وعم بقراه وعم نشوف شو عم بده يصير معنا بالسنة الجاية وشو هي توجيهات الفلك اللي لازم تلتزم فيها. صدقني التزم فيها حتى ما تغلط وحتى تستفيد من الأجواء الجيدة وتبتعد عن كل الأيام يلي ممكن تكون معاكسة. ببداية هيدا الشهر بنوفمبر 23 بتشتاق لحبيب غايب أو بترجع تعاود اللقاء بشخص غاب عنك وربما بتحن لصورة ماضية أو بتلتقي بأحباء بعد غياب. اللقاء دايما بعد غياب بيكون شوي مربك، بتشعر كأنك أنت مش أنت أو كأنه عم ترجع تسترجع صورة لإلك قديمة. أوقات بتكون بطلت تشبهك أو صارت فعلا من الماضي ولو أنه ما في شيء بالماضي مننسي. بتتولى مسؤولية مهمة جدا بين الخميس 2 والسبت 4 وبتأديها، بتتألق بطريقة كبيرة، بتتحكم بلقاءات أو مفاوضات وبتكون أنت المقرر والمرجع يلي بيوثق بخياراته الآخرون. بيجيك دعم أيضا من جهات فاعلة وبتستوحي أفكار مهمة بمجالات عديدة حتى تبلش بشي جديد، في حين أنه في شأن مالي ملح جدا بيطرح نفسه بين الأحد 5 والتنين 6. شو هو الشأن المالي؟ أنت بتعرف، يا مستحقات يا ديون يا أمور لازم أنك تعالجها بسرعة، بس ما تتردد بعرض أمر جديد وانتبه لهندامك ومظهرك لأنه مؤثر جدا بهالأثناء. ابتداء من 3/7 يعني آخر الأسبوع بيبعت لك كوكب مارس طاقة كبيرة وليونة بالتصرف وتوسيع النشاطات. الأسبوع الجاي في تناغم بين مارس والقمر بخبرك عنهم.